ماشي. دلوقتي ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن الفاسيليتيتد ديفيوجن، او اللي هو الديفيوجن المسهل. بيقول لك ايه بقى الفاسيليتيتد ديفيوجن ده؟ قال لك ده ايه؟ ده ديفيوجن هيحتاج كارير بروتين. يعني ايه يحتاج كارير بروتين؟ هيحتاج حامل، هيحتاج حاجة تشيل المركب من مكان وتنقله لمكان تاني. فانت كده احتجت ايه لكارير؟ بس هل احنا قلنا احتاجنا طاقة؟ لا، ما احتاجناش طاقة، احتاجنا بس ايه؟ احتاجنا الناقل ده بس. فعشان كده بيسموه ايه؟ بيسموه كارير ميديت ديفيوجن، الديفيوجن اللي بيتم عن طريق كارير. تمام. ماشي. بيقول لك ايه؟ يعني بيقول لك السبستنس نيد كارير بروتين تو فاسيليتيت اس ديفيوجن. تمام. بيقول لك طب هنستخدمه في ايه فاسيليتيت ديفيوجن ده؟ قال لك هنستخدمه في المواد اللي هي حجمها كبير، والحاجات الهيدروفيلك اللي انها تعدي خلال السيل ممبرين هيبقى صعب، فبالتالي تجيب لها ناقل هنا كده ينقلها من هنا ويدخلها ايه لجوه. طب المواد دي زي ايه؟ قال لك ممكن زي الجلوكوز، زي الامينو اسيد، الحاجات دي. ايه الميكانيزم بتاعته بقى؟ قال لك والله ده عندنا اهو، ده شكل الكارير بروتين بتاعنا، ده كارير بروتين اهو. هتلاحظوا ان في هنا مكان ماسك فيه حاجه، الحاجه دي هي السبستريت بتاعتك، سواء كان الجلوكوز، او كانت ايه امينو اسيد. حلو. زي ما انتم شايفين كده الجلوكوز او امينو اسيد بيجي يمسك في ريسبتور مخصوص ليه على الكارير بروتين. طب الريسبتور المخصوص بيه ده لما يمسك الجلوكوز فيه ولا الامينو اسيد تمسك فيه، ايه اللي بيحصل؟ قال لك ده احنا اتفقنا قبل كده ان اي كارير ده عباره عن ايه؟ بروتين. والبروتين ده معناه ايه؟ روابط كيميائيه، والروابط الكيميائيه ليها شكل محدد، لما تيجي يمسك فيها حاجه هنا بيغير شكلها بحيث ان يخلي الجزء ده هنا اللي هو في الاكسترا سيرف فلويد اللي هو بره، يعني ده كده اوتسايد الخليه وده ايه؟ انسايد الخليه. يخلي الكارير ده يغير شكله بحيث ان الجزء الفوقاني ده يبقى تحت، وبالتالي الجلوكوز بدل ما كان فوق بقى تحت ويدخل ايه الخليه عادي. فتاني يبقى بالتالي عندك ماده هتمسك في ريسبتور معين ليها على الكارير تغير شكله، تعمل كونفرميشنال تشينج فيه، فبالتالي الكارير ده هيفتح الناحيه الثانيه، فبالتالي الماده تعدي خلال السيل ممبرين وتدخل الخليه من غير اي مجهود ومن غير اي عناء، كل اللي احتاجته بس ايه؟ كارير بروتين. وطبعا بيقول لك ان الماده هتسيب الكارير بروتين وتدخل ليه؟ لان الرابطه اللي بينها وبين الكارير ضعيفه اصلا، يعني هي الرابطه ضعيفه تتكسر بسهوله وتدخل على طول. حلو قوي. طب ايه الكاركترستكس بتاعته بقى؟ الكاركترستكس بتاعته بيقول لك او الفاكتورز افكتنج الريت بتاع الفاسيليتي ديفيوجن، او ايه الفرق ما بين الفاسيليتي ديفيوجن والسمبل ديفيوجن. حلو قوي. قال لك اول حاجه في حاجه اسمها السبيسيفيستي. سبيسيفيستي يعني ايه السبيسيفيستي؟ قال لك التخصصيه، بمعنى يعني عندك كارير بروتين اهو، لو ده كارير بروتين رقم واحد وده كارير بروتين ايه رقم اثنين. بيقول لك الواحد ده هيقول لك ايه؟ انا بحب انقل جلوكوز، يبقى بالتالي الجلوكوز لو موجود هينقله. طب لو موجود مع امينو اسيد، قال لك لا انا بحب الجلوكوز فيمسك ايه في الجلوكوز اكتر. طب اتنين يقول لك انا بحب الامينو اسيد، طب الجلوكوز ده موجود قال لك لا انا امسك في الامينو اسيد. يبقى كل كارير مخصص لماده معينه، او مش مخصص يعني، او ليه بيحب ماده معينه فبالتالي هينقلها اكتر. دي معناها السبيسيفيستي او التخصصيه. الكومبيتيشن يعني ايه كومبيتيشن؟ قال لك والله ادي كارير اهو، ده كارير اهو هينقل حاجتين مثلا، هينقل جلوكوز وهينقل امينو اسيد. حلو. قال لك الجلوكوز والامينو اسيد دول هيتخانقوا على الكارير بروتين ده، بمعنى ايه؟ الجلوكوز يقول له ايه؟ انا عايز يدخل، والامينو اسيد تقول له انا عايز ادخل، وبالتالي الارتباط ما بين الحاجات دي تقل، واللي هيكسب طبعا بقى على حسب التركيز وعلى حسب الكونسنتريشن جريدينت والكلام ده، بس بالتالي الخناقه دي هتقلل نقل المادتين، فبالتالي ايه يعني ده كده اسمه كومبيتيشن، اللي هو بيقول لك السيميلر مولكيولز كان كومبيت فور ذا سيم كارير اند ديكريز ذا نت ديفيوجن اوف ذا سبستانس. حلو قوي. تمام. الساتوريشن اوف ذا كارير بروتين. الساتوريشن اوف ذا كارير بروتين يعني ايه بقى؟ ساتوريشن يعني تشبع. بمعنى ايه بقى؟ بيقول لك دلوقتي انت نفترض عندك اهو سيل ممبرين، السيل ممبرين ده عليه خمسة كارير بس،
تمام، عليه ايه؟ 5 كاريرز. طب دلوقتي نفترض ان كل كارير هينقل مثلا جزيء جلوكوز، جزيء جلوكوز، حلو. طب نفترض ان انت بره عندك ايه 10، عندك بره 10، حلو، عندك بره 10 ايه جزيئات جلوكوز، وانت عندك 5 كارير وكل واحده هينقل الجلوكوز. بص بقى بيقول لك ايه، بيقول لك بيقول لك الزياده بره في الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز زود النقل بتاعه اب تو ليميت. ليه اب تو ليميت؟ قال لك دلوقتي انت عندك 5 كارير هينقلوا 5 جلوكوز، طب هيجيب مكان لل 10 منين؟ يعني انت دلوقتي عندك 10 بني ادمين وعندك 5 تاكسي، 5 عربيات تاكسي، وكل تاكسي بيشيل بني ادم، هتركب ال10 ازاي؟ لا، انت هتركب اول واحد وتاني واحد وتالت واحد ورابع واحد وتيجي وخامس واحد وخلاص وتقفل، ال10 الباقيين مش هيعرفوا يركبوا. ليه؟ لان خلاص ما بقاش عندك كارير. يبقى الفاسيليتيتد ديفيوجن ليميتد للنمبر بتاع الكارير الموجود ايه؟ في السلم برين. وده رسم بياني يوضح لك الفرق ما بين الديفيوجن والكونسنتريشن في السمبل ديفيوجن وايه في فاسيليتيتد ديفيوجن. شايفين السمبل ديفيوجن كل ما تزود الكونسنتريشن بره كل ما هيعدي. ليه؟ لانه بيعدي على طول من خلال الخليه، مش محتاج حاجه، الماده ذات نفسها هتعدي خلال السلم برين. فشايفين عمالين طالع زياده زياده، كل ما تزود الكونسنتريشن كل ما السمبل ديفيوجن هيزيد. لكن الفاسيليتيتد ديفيوجن اللي بيحصل، زود الكونسنتريشن الديفيوجن يزيد، زود زود يزيد، زود الكونسنتريشن الديفيوجن يزيد، لحد ما هيوصل لحد ايه هنا الماكسيمم بتاعه. اللي بيقول لك ايه بقى، بيقول لك هنا كل الكاريرز ار اوكيوبايد، او كل الكاريرز شغاله، اول كاريرز ار اوكيوبايد، فبالتالي الكاريرز دي مش يعني خلاص. انا دلوقتي انت عندك حاجه، هتزود اكتر من كده ازاي؟ انت عندك خمسة كاريرز بس في السلم برين، هتنقل 10 بيهم ازاي؟ وهكذا. يعني دي معناها ايه؟ الساتيوريشن. تمام. الانهبيشن بقى اخر حاجه، قال لك والله في ماده ممكن تيجي تمسك في الكارير ده تغير شكل الكارير ده خالص، وبالتالي هتمنع ان اي وتوقف شغله، وبالتالي هتمنع اي ماده انها تمسك فيه وتتنقل من خلاله. دي بيسموها ايه؟ الانهبيشن. ان وان سبستنس كان كومباين وذ كارير سترونجلي، هترتبط بيه بقوه بحيث ان الرابطه بتاعته مش هتقدر تكسرها، اند irreversibly، بشكل غير قابل للارتجاع. يعني ايه؟ خلاص انا مسكت فيه ومش هسيبه. طب ايه اللي يحصل بقى ساعتها؟ تستنى ساعتها حضرتك، تستنى ان الخليه تكون كارير جديد، يبقى هي تمسك فيه سترونج وايه؟ و irreversible. تمام. وبالتالي هتمنع الترانسبورت بتاع الاذر سبستانس يوزنج ذا سيم كارير. دلوقتي تعالوا نشوف الاوزموزيس، او ايه اللي هي الخاصيه الاوزموزيه. قال لك ايه يعني ايه اوزموز؟ قال لك هو انتقال السولفنت، السولفنت اللي هي الماده المذيبه زي الووتر مثلا، الماده المذيبه مش المذابه، المذيبه اللي هي زي اللي اسمها سولفنت هي زي الووتر مثلا. انتقال الووتر من التركيز العالي ليها للتركيز القليل ليه. تمام. يعني هي انتقال المادة المذابة من التركيز العالي للتركيز القليل. تمام. او تعريف تاني ليها، انتقال المية من التركيز القليل للملح، التركيز القليل للملح للتركيز العالي للملح. اوكي، تعالوا نشوف برضه هنا ايه، خلال سيمي بيرميبل ممبرين. يعني ايه سيمي بيرميبل ممبرين؟ قال لك ده ممبرين بيرميبل للسولفنت بات نوت بيرميبل تو سليوت، يعني هيعدي السولفنت اللي هي الووتر هنا في الحاله دي، بس مش هيعدي ايه السليوت اللي هو الملح، وليكن ال ان ايه سي اللي في الحاله دي. احنا جبنا سيمي بيرميبل ممبرين اهو، ده السيمي بيرميبل ممبرين هيعدي ميه بس مش هيعدي ملح، وجبنا هنا ميه وجبنا هنا ايه ملح، محلول ملح. الملح هنا عالي، حلو، والملح هنا قليل، يعني هنا الملح ايه قليل او يعتبر ما فيش، وهنا الملح ايه عالي. تمام. طب والميه هنا تركيزها ايه؟ الميه هنا تركيزها عالي. طب والناحيه التانيه تركيزها قليل. طب لو سيبنا بقى الاسموزز يحصل، ايه اللي يحصل؟ قال لك الميه هتتنقل من التركيز العالي ليها اللي هو ده للتركيز القليل ليها، او بمعنى تاني هتتنقل من التركيز القليل للملح للتركيز العالي للملح. تمام. ده تعريف الاسموزيه. طب قال لك ايه اللي بيعمل، ايه اللي بيخلي الميه تتنقل؟ قال لك الملح ده ليه خواص كيميائيه انه بيسحب الميه،
طب يعني يا دكتور الملح فبس؟ قال لك لا مش الملح بس، اي ماده كيميائيه ممكن تسحب الميه، اي ماده ليها خاصيه ايه؟ اسموزيه. طب دي هتعتمد على ايه؟ تعالوا هنشوف كمان شويه. طب ماشي تعالوا نشوف. تعالوا بقى ندخل نشوف حاجه اسمها اوزموتيك بريشر، الضغط اللي ناتج عن الاسموزيه ده. يعني بص، الميه لما مشت من هنا لهنا في هنا ضغط، في ضغط، حاجه زقت الميه او سحبت الميه للناحيه دي، ده ضغط. تعالوا نشوف الضغط ده اتكون ازاي او بنحسبه ازاي. عشان نحسبه بقى شفنا حاجه، بصوا اهو جبنا برضو سيمي بيرميابل ممبرين اهو، وفصلنا ميه عن ايه؟ محلول ملح، وسيبناهم هما الاثنين يحصلوا. ايه اللي يحصل؟ الميه هتبدا تتحرك في الاتجاه ده، صح؟ فبالتالي الاتجاه ده احنا كنا بادئين زي بعض، تمام؟ اهو الاتجاه ده بقى ايه؟ الميه هتزيد فيه، فبالتالي ايه؟ حجمه هيعلى. ايه بقى الاوزموتيك بريشر؟ قال لك الاوزموتيك بريشر ده الضغط اللي انا احتاجه عشان امنع الحركه دي، امنع الحته دي كده، امنع اللقطه دي كده خالص، امنعها. هشوف هحتاج كم الضغط اللي هو شايفين، عملت ضغط هنا ورجعت ايه الاثنين زي مكانه، واحسب الضغط اللي انا ايه استخدمته ده. ده بقى الاوزموتيك بريشر بتاع المحلول. تاني، جبت محلول ملح وجبت ميه، الميه اكيد هتتنقل لايه؟ لمحلول الملح، من التركيز القليل للملح للتركيز العالي للملح. وبعدين قال لك ايه؟ هقوم الميه لما تنقل كده الميه في الجزء ده هتعلى، طب هقوم جايب اضغط عليها بحيث ان انا ارجعها لنفس المستوى واشوف الضغط اللي انا احتاجته قد ايه، يبقى بالتالي ده هو الضغط الاوزموتيك بريشر اللي انا عايزه. طب قال لك الضغط ده هيعتمد على ايه؟ او الماجنتيود بتاع الضغط ده هيعتمد على ايه؟ قال لك هيعتمد على النمبر اوف نون ديفيوزابل بارتكلز. وخلي بالك من نون ديفيوزابل ده مهمة جدا 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 جدا، يعني مش اي المادة لازم تكون مش بتعدي. النمبر اوف نون ديفيوزابل بارتكلز بمعنى ايه؟ قال لك نفترض انك عندك هنا 100 صوديوم بارتكل، 100 جزيء صوديوم، هيعملوا نفس الضغط بتاع نفس 100 جزيء جلوكوز. تخيل بقى، او نفس عدد البارتكل، يعني نفس النمبر ده ونفس النمبر ده هيعملوا ايه؟ نفس الاوزموتيك بريشر، على نفس هيكون ليهم نفس الاوزموتيك بريشر. طب لو معاك 100 جزيء بروتين، قال لك هو برضه نفس الاوزموتيك بريشر. فهو بالتالي بيعتمد على النمبر، مش بيعتمد على ايه؟ على الماده الكيميائيه ذات نفسها. مش هيفرق بقى جلوكوز صوديوم بروتين اي حاجه، اهم حاجه ايه؟ العدد يكون واحد. اهو حتى بيقول لك هنا ريجاردلس زير نيتشر، مش مهم هم طبيعتهم ايه اصلا. تمام. كده احنا فهمنا الاوزموتيك بريشر. تعالوا نشوف بقى ايه شويه يونتس. قال لك المول، يعني ايه مول؟ قال لك المولكيولر ويت اوف سوليوت ان جرام. بمعنى عندك الجلوكوز مثلا المولكيولر ويت بتاعها 180، المولكيولر ويت بتاع الجلوكوز 180، يبقى المول بتاعه كام؟ 180 جرام. تمام. الواحد ملي مول، الملي ايه؟ واحد على الف، يبقى الواحد ملي مول واحد على الف من المول، مش محتاجة يعني. الواحد ازمول، ايه بقى الواحد ازمول ده؟ قال لك والله ده واحد مول على من المادة اللي انت عايزها على لتر ووتر على النمبر اوف فري بارتكل او فالنسي مثلا. بمعنى دلوقتي انت عندك مادة زي الصوديوم كلورايد، حلو، ده مركب ملح مركب كده على بعض، هل ده هنعامله زي معاملة الجلوكوز؟ قال لك لا، ده مش هيتعامل زي معامله الجلوكوز. قال لك ليه؟ قال لك لو انت جبت حطيت الصوديوم كلورايد في ميه، الصوديوم هينفصل عن الكلورايد، فبالتالي بقى عندك ده بارتكل اهو رقم واحد، وده كلورايد كمان بارتكل لوحده، بقى انت عندك المحصله كام بارتكل؟ عندك 2 بارتكل. طب الجلوكوز لو حطيته في ميه هل هينفصل؟ قال لك لا، هو هيدنه جلوكوز وهيدنه ايه؟ واحد فقط لا غير. فبالتالي الصوديوم كلورايد عدده لما يتحط في سوليوشن عدده مرتين قد الجلوكوز، فانت لازم تقسم على ايه؟ النمبر اوف فري بارتكلز او فالنسي زي ما بيقول. يعني الصوديوم كلورايد هيحصل له ديسوسيشن لاثنين، يبقى تقسم على ايه؟ على اثنين، وهكذا. الجلوكوز مش هيتقسم لحاجه، فتقسم هنا ايه؟ تحط تحت واحد لان هو مش هينفصل. تمام. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك كده ان بي ان الواحد ازمول من المادة، من اي مادة، هيعمل ضغط قيمته 9300 ملي متر زئبق. طب الواحد ملي ازمول اسم على الف يدي لك 19.3 ملي متر زئبق. المعادلة دي، الارقام دي مهمة. طيب، طب الواحد ملي ازمول ايه؟ خلاص اسم بقى على واحد، اسم على الف، يعني واحد على الف ازمول. طب واحد ازمول من الجلوكوز بقى احسبها ازاي؟
الواحد مول من الجلوكوز احسبها ازاي؟ خلاص قال لك هات المول بتاعه اللي هو اتفقنا ان هو 180، اقسمه على 1 لتر، واقسم كل ده على ايه؟ على النمبر اوف ذا سيشن اللي هو ايه، اتفقنا ان هو 1 علشان ده مش هينقسم. في الاخر يطلع لك ايه؟ 180 جرام على اللتر. طب الصوديوم كلورايد يتحسب ازاي؟ هات المولكيولر ويت بتاع الصوديوم كلورايد اللي هو كام؟ قال لك الصوديوم المولكيولر ويت بتاعه 58.5 صح؟ والكلورايد المولكيولر ويت بتاعه كام؟ لا معلش سوري، هو المولكيولر ويت بتاع الصوديوم والكلورايد هتعمل المولكيولر ويت بتاع الصوديوم زائد الكلورايد، في الاخر هو هيطلع لك ايه؟ اللي هو 58.5 ده. في الاخر هيطلع لك ال 58.5 تقسمه على 1 لتر ميه وتقسمه على الصوديوم كلورايد، ده بارتكل وده بارتكل، يبقى ايه؟ 2. هيحصل له ديسيشن ل2 وفي الثالث يقسم على 2، في الاخر النتيجه هتطلع لك ايه؟ 29.25 جرام بالليتر. حلو قوي. طب كمان تعريف، بيقول لك في تعريف اسمه الاوزمولاريتي. يعني ايه اوزمولاريتي بالار؟ قال لك ده النمبر اوف سمولز ديسوشيتد ان 1 لتر اوف ووتر. يعني هنا انت هتقسم، هتدوب في لتر ميه، هتدوب ايه؟ في لتر ميه، ار مع ار. طب الاوزمولاليتي بالال، قال لك دي هتدوب اوزمول في كيلو جرام من الميه. وطبعا اللي احنا بنستخدم موضوع اللتر ده اسهل لنا بكتير في الفسيولوجي، او لما بشكل عام يجي يشتغلوا يعملوا تجارب ومحتاجين يحسبوا حاجه تبع الاوزمولاريتي وكده هيستخدموا ده. انك تحسب لتر ميه خلاص اسهل بكتير قوي انك تقعد توزن ميه يعني.